بعض إخواننا الأفاضل من المملكة العربية السعودية اتصل ويقول له عضب في مسائل ثلاثة، فأحببت أن أذكرها لحسن خلق الأخ المتصل. فيقول إننا قلنا أن العلماء السعوديين تكفيريين لأنهم يقولون بكفر تارك الصلاة وبعدم العذر بالجهل، وأيضا مسألة ثالثة ذكرها وهي قولهم للأشخاص وللعمالة يا محمد، فكأن هذا يتضمن استهزاء. فأقول وبالله، هذه ملاحظاته، فأقول وبالله تعالى التوفيق، ما نحن قلنا باللهجة المستفزة هذه أن علماء السعوديين تكفيرين أبدا، ما أذكر أبدا أننا قلنا هكذا أبدا. علماء المملكة العربية السعودية أهل خير وأهل فضل وأهل علم، لكن نختلف مع القائلين منهم بعدم العذر بالجهل، بأننا نقول بالعذر بالجهل، فأعتقد أن العذر بالجهل قائم وأن الجهل معذور، وعندنا من الأدلة عشرات الأدلة في هذا الصدد. فليسوا كلهم على عدم العذر بالجهل، لا، فئة منهم على عدم العذر بالجهل. لا، المسألة الثانية التي أثارها الأخ مسألة تارك الصلاة، فهو بأدبه وخلقه الكريم قال: أنت تعرف أن الخلاف في مسألة تارك الصلاة قائم من زمن. نعم أعرف ذلك، ولكن لا مانع من أعرض وجهتي وأقول أنني لا أوافق من يقول بكفر تارك الصلاة إلا في الجاحد. الأخ جزاه الله خيرا التمس سؤالا آخر فقال، أو التمس شيئا آخر فقال: إننا نقول إن كثيرا من الإخوة في الخليج ينادون على الشخص المستأجر من دول الخارج بلفظ يا محمد يا محمد، فكأن هذا قد يتضمن إساءة لاسم محمد، لأنهم لا يطلقونه على بعضهم، لا يقول بعضهم لبعض يا محمد يا محمد، إنما يطلقونه على العمالة في بنزينة في دكان في غير ذلك. فيقول: هذا الذي بدا لي، لكنه يقول مذكرا أننا لا نريد أبدا انتقاصا، لكن لما كان أغلب العمالة الذين يأتون من الخارج اسمهم محمد شمس محمد عيد محمد نور وهكذا، فأصبحوا ينادونهم بيا محمد. فأقول أيضا جزاك الله خيرا على هذا البيان، لكن لا ينبغي أن يستعمل هذا، لأنكم لا تقولونه لأنفسكم، إنما تقولونه للواردين من الخارج فقط، فدفعا للشبهة ينبغي أن ألا يتكلموا بمثل هذا، والله أعلم. أشكر الأخ على حسن خلقه في الانتقاد أو في التنبيه على الأصح، جزاه الله خيرا. وأعيد مكررا أن من علماء المملكة العربية السعودية أو جل علمائها علماء أفاضل نستفيد منهم ومن علمهم وفقهم الله، لكن لا أوافق القائلين منهم بعدم العذر بالجهل، ولا أوافق القائلين بتكفير تارك الصلاة متكاسلا. وكلمة يا محمد أكرر أن الأولى اتقاؤها، لأنها توهم انتقاصا لاسم محمد، وإن كانوا لا يقصدون ذلك، ويعترفون أن دفع المشتبه وارد. ورب العزة قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا لنا بالكرم، فإن الناس لما كانت الخمر تصنع من العنب ويطلقون على الخمر الكريمة، منع النبي عليه الصلاة من هذا، ومنع النبي من أن نقول للأشياء العتمة في بعض الأحاديث، مع أنه سمى العتمة في موطن آخر، لكن قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم والعشاء فيقولون العتمة، وإنما هي العشاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر أشكر الأخ المتصل على حسن خلقه وعلى أدبه في العرض، جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.